بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم نورتوني وقناتي ياسمنتي اليوتيوب. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتي ياسمنتي اليوتيوب، ونبدا مع بعض تفاصيل الخبر. الخبر معانا بيقول: قررت الفنانة مي عمر الخروج عن صمتها بعد سلسلة من الهجوم عليها بسبب الصراع الدائر بين المخرج محمد سامي من جهة والفنانة ياسمين صبري ونسرين أمين من جهة أخرى، وتحديدا سبب تصريحات المخرج في مهرجان الأسكندرية المسرحية التي انتهت فعالياته يوم الاثنين الماضي، والتي هاجم فيها نسرين أمين وياسمين صبري بسبب مسلسل الأسطورة، وذلك بعد هجومهما عليه مؤكدين على أنه قام بحذف مشاهد لصالح زوجته الفنانة مي عمر. قالت مي عمر عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك: الفن هو الجمال والإبداع، الفن هو الرقي والسلام، هو الإحساس والحب، أرفض الدخول في أي خلافات ونزاعات حتى لو كان قد أساء البعض لي. أضافت مي عمر قائلة: تركيزي الأول والأخير في عائلتي وعملي والتطوير من نفسي وتقديم أعمال فنية جيدة والارتقاء بأدائي وموهبتي والأفكار التي أقدمها وأجسدها. كما أكملت مي عمر قائلة: كعادتي لا أكن إلا كل الحب والاحترام لكل من يمتهن مهنة الفن، وأخيرا أعد كل شخص من الجمهور العظيم أن أظل كما عودتكم دائما منذ ظهوري، شخص لا يرد على الحديث والخلافات أو المشاكل أو أي إساءة. من الجديد بالذكر أن الساحة الفنية الأيام الماضية شهدت حالة من الصراع الشرس وحرب كلامية دارت بين كل من محمد سامي من جهة وياسمين صبري ونسرين أمين من جهة أخرى، يمكن كتير مننا سمع عن الموضوع ده، وذلك بسبب تصريحات الأخيرة على الأزمة القديمة التي نشبت بينهم في مسلسل الأسطورة، والتي فجرتها الفنانة نسرين أمين حيث اتهمته بحذف مشاهد لها لصالح زوجته مي عمر، وهو ما دفعه للرد عليها بقوة مؤكدا أنها مجرد كومبارس أو ممثلة درجة خمسة. بينما أزمته مع ياسمين صبري كانت بسبب مسلسل الأسطورة أيضا، حيث اتهمته بالاهتمام بزوجته في العمل، وهو الأمر الذي دفع محمد سامي للرد عليها أيضا قائلا أن ياسمين صبري لا تعرف أن تتحدث. عن ياسمين صبري، فوالدها يعمل طبيبا بإحدى المستشفيات الكبرى بالإسكندرية، بينما والدتها تعمل مهندسة ديكور، وهي بطلة إفريقية في السباحة، إضافة إلى أن جدها كان قبطان بحري. ياسمين المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة أخوة، قد تلقت التعليم الابتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، التحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية ودرست بقسم الصحافة. قبل دخولها لعالم التمثيل تزوجت عام 2012 من احد الاطباء المشهورين في الاسكندريه، ولكن تم الانفصال بعد 5 سنوات من الزواج عام 2017 لانه كان متزوج من اخرى ولديه اولاد. الزواج في بدء الامر كان زواج سري حتى لا تعلم زوجته الاولى. بعد انكارها لاكثر من مره اعترفت وصرحت لاحدى البرامج التلفزيونيه بانها متزوجه من طبيب شهير اسمه محمد وتطلق عليه دلع دودي، وبعد ان صرحت بذلك ياسمين نشب خلاف بينها وبين زوجها ادى بهما الى الانفصال عام 2017. اما عن الفنانه مي عمر، تاريخ ميلادها 7 فبراير سنه 1988. التحقت مي عمر بكليه الاعلام قسم الصحافه بالجامعه الامريكيه، قامت بعمل دراسات في المسرح، وكانت تحب التمثيل منذ ايام المدرسه الى ان اهلها رفضوا ذلك خوفا عليها. بدات التمثيل من خلال ادوار بمسرح الجامعه الامريكيه. اتجهت الفنانه مي عمر في البدايه لمجال الانتاج الى انها لم تشعر بالراحه فيه، واتجهت بعد ذلك نحو الاخراج. قامت باخراج فيديو كليب للفنانه رولا سعد، ولكنها لم تشعر بالارتياح ايضا، شعرت أن حبها للوقوف أمام الكاميرا يزداد يوما بعد يوم. بدأت تدرس التمثيل مع مروة جبريل وساعدها زوجها المخرج محمد سامي كثيرا، ثم خضعت لعدة اختبارات اجتازتها بنجاح. أتاح زوجها المخرج محمد سامي فرصة الظهور الأول لها، وذلك من خلال تقديم دور ولاء في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق. كان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي. قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر الذي رشحها للدور. خاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز. وبكده الخبر معانا النهاردة يكون انتهى. أتمنى للفنانة مي عمر والفنانة ياسمين صبري التقدم إن شاء الله ومزيد من الأعمال الفنية الرائعة، لأن الاثنين الحقيقة الاثنين أحلى من بعض، والاثنين لديهم الموهبة الجميلة اللي تمكنهم فعلا من أداء أدوار جميلة إن شاء الله ننتظرها منهم في المستقبل. أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب لقناتي ياسمنتي اليوتيوب. انتظروني في خبر آخر من قناتي ياسمنتي اليوتيوب، أشوفكم على خير إن شاء الله.